سلام الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين يا ربي بخير وعلى خير. ومرحبا بكم معايا فيديو جديد على القناه. الاقتراح اللي غادي نتقاسم معكم اليوم وضمن معسلات رمضان، غادي نتقاسم معكم اسهل واسرع معسله ممكن تحضروها في هذا رمضان، رائعه لذيذه معلكه وبدون قلي. طريقه التحضير ديالها سريعه، كنحضروهم دفعه واحده. الا كنتوا اول مره تشوفوا القناه ما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش توصلوا بجديد الفيديوهات، وخليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. بالنسبه للمكونات البنات اللي غادي نحتاج في هاد المعسلات او هاد القنينطات او المحنشات اللي بغيتو تسميوهم، عندي نص كيلو ديال اللوز. انا سبق ليا البنات وسلقته، زولت القشره على هاد الشكل. يعني هنا عندي 250 غرام اللي هي ربعه، خليته كيف ما هو. و250 غرام درت معاه معلقه ديال زيت نباتيه ودخلته الفرن تحمر على هاد الشكل هذا. ممكن تقليوها البنات، المهم على حسب اختيار ديالكم. عندي هنا كاس ديال السكر سنيده، صافي دابا على بركه الله غادي نحاول ندير نص كاس ديال السكر سنيده مع هاد الربعه ديال اللوز اللي مسلوق ومزوله له القشره. وغادي ندير نص كاس ديال السكر سنيده اللي بقى مع اللوز اللي سبق ليا وحمرته في الفرن. غادي نحاول البنات ندخل هاد السكر سنيده مع هاد اللوز بهاد الطريقه هادي. مهم بالنسبه للكميه البنات ديال اللوز كتبقى على حسب الكميه ديال المعسلات اللي بغيتو ديرو، يعني كتبقى على حسب الاختيار ديالكم. وغادي نخلط هاد اللوز هذا اللي سبق ليا وحمرته في الفرن حتى هو مع هاد السكر بهذه الطريقه هذه. صافي البنات، دابا غادي ناخذ الطحانه وغادي ناخذ اللوز اللي سبق ليا وسلقته وزولت له القشره، زدت معاه نص كاس ديال السكر سنيده. غادي نحاول انني نطحنو. صافي البنات، دابا من بعد ما درت اللوز في الطحانه على هذا الشكل، غادي نحاول انني نطحن العقده ديال اللوز مزيان. بسم الله. هانتوما البنات كيف ما شفتوا معايا، من بعد ما طحنت العقده ديال اللوز مزيان على هذا الشكل، غادي ناخذ شي اناء وغادي نبدا ندير فيه هذا اللوز اللي طحنت. دابا غادي نخليه على جنب وغادي نوليه ناخذ الطحانه. وغادي ناخذ البنات اللوز اللي سبق ليا وحمرته في الفرن اللي زدت معاه حتى هو نص كاس ديال السكر سنيده. بالنسبه لهذا اللوز هذا البنات، يعني ما غاديش نطحنو بزاف بحال العقده ديال اللوز هذا، غادي نحاول انني نطحنو ولكن غير غادي نهرمشو شويه. صافي البنات، هانتوما كنخليه على هذا الشكل هذا، هانتوما ما طحنتوش بزاف. صافي، وغادي ناخذ الاناء اللي سبق ليا ودرت فيه اللوز او العقده ديال اللوز، وغادي نزيد معه اللوز اللي سبق ليا وطحنته. بالنسبه للناس لهذا المزيج هذا ما بين اللوز المسلوق ومطحون ما بين هاد اللوز هذا اللي حمرته في الفرن، صراحه كيعطيه واحد اللذه غزاله بالنسبه لهاد المحنشات اولا لهاد المعسلات. غادي نزيد البنات على هاد اللوز اللي سبق ليا وطحنته معلقه صغيره ديال القرفه، ثلاثه الحبات البنات ديال المسكه الحره سبق ليا ودقيتهم، معلقه كبيره ديال الزبده. وغادي نضيف على هذا الشيء اللي درت واحد ثلاثه المعالق كبار ديال ماء الزهر. المهم ماء الزهر البنات غادي ديرو على حسب الكميه ديال اللوز اللي غادي تستعملوا. صافي، دابا غادي نحاول انني نجمع هذا اللوز مع هذه المكونات كامله اللي ضفت ليه. حاولوا البنات انكم تجمعوا غير برؤوس الاصابع، يعني ما تعجنوش هاد العقده هادي.
صافي البنات كيف مشيتوا معايا من بعد ما جمعت العقده ديال اللوز على هذا الشكل هذا، صافي دابا غادي نحاول انني نغطيها بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليها ترتاح واحد 15 دقيقه وعاد غادي ندوز باش نبدا نعمر نمحي النشاز اولا المعسلات. دابا البنات غادي ناخذ الورقه ديال الفيلو، ممكن تعوضوها بالورقه البسطيله الا بغيتوا، انا فضلت انني نخدم بالورقه ديال الفيلو، نتوما كيبقى لكم الاختيار. هي الصراحه كتجي بها هاد المعسلات هادو مقرمشين، وحتى تبغيو البنات تخدموا بها عاد حاولوا انكم تفتحوها. غادي نحاول انني نهز الورقات اللي غادي نخدم بيهم والورقات الاخرين، نحاول انني نغطيهم بشي بلاستيك غذائي باش ما تيبش لينا الورقه. صافي دابا من بعد ما طلقت الورقه ديال الفيلو على هذا الشكل هذا، غادي ناخذ زبده مذوبه سبق ليا وذوبتها، حاولوا انكم البنات تصفيوها من داك الحليب ديالها، وغادي نبدا ندهن هاد الورقه مزيان بالزبده. فالبنات دابا غادي ناخذ العقده ديال اللوز اللي سبق ليا وجدت، وغادي نبدا نديرها على شكل حريبلات بهذه الطريقه هذه. صافي البنات كيف ما شفتوا معايا، دابا غادي نبدا نلوي هاد الحريبل هذا اللي درت. غير نتوما البنات حاولوا انكم تلويوا هاد الورقه هذه غير بشويه، راه ديجا هي كتبدا تقطع، يعني حاولوا انكم تعملوا معاها غير بشويه ودهنوها بالزبده بزاف. صافي وبنفس الطريقه غادي ندير الزبده مره اخرى، يعني في كل ورقه غادي تستعملوها غادي تدهنوها مزيان بالزبده. وبنفس الطريقه البنات غادي ناخذ مره اخرى العقده ديال اللوز، صافي البنات كيف ما شفتوا معايا من بعد ما شكلت المعسلات اولا المحنشات على هذا الشكل هذا، غير حاولوا مع الورقه ديال الفيلو البنات راه كتقطع دغيا. صافي دابا غادي ناخذ شي سكين اللي يكون حاد، غادي نحاول انني نقطع هاد الجوانب على هذا الشكل هذا. صافي وغادي نبدا نقطع المحنشات بهذه الطريقه هذه، نحاول نقبض نفس العبار باش يجيوني كاملين متساويين. هانتوما البنات على هاد الشكل هذا. صافي وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى نقطع المحنشات اللي عندي كاملين.
صافي البنات، دابا من بعد ما قطعت المعسلات اولا المحنشات على هذا الشكل هذا، غادي ناخذ اللاطه اللي كتدخل الفرن، درت عليها بابي كويسون، دهنته بشويه ديال الزبده. صافي دابا غادي نبدا نستفهم في اللاطه. صافي البنات دابا ذوبت شويه ديال الزبده وغادي ندهنهم بهذه الطريقه هذه قبل ما ندخلهم للفرن. صافي دابا من بعد ما دهنت المحنشات اللي عندي كاملين بالزبده على هذا الشكل هذا، غادي ندخلهم الفرن باش يطيبوا على درجه حراره متوسطه اللي هي 180 درجه، وعاد نوليو نتلاقاو باش نعسلوهم ونشوفوا الشكل النهائي ديالهم. صافي البنات كيف ما كتشوفوا معايا، من بعد ما خرجت المحنشات من الفرن ها هما تحمروا على هذا الشكل هذا، خداو هذا اللون ذهبي. دابا غادي ناخذ شويه ديال العسل وغادي نبدا نعسلهم بهذه الطريقه هذه. كيف ما شفتوا معايا البنات، من بعد ما عسلت المحنشات اللي عندي على هذا الشكل هذا درتهم في الطبق اللي غادي نقدمهم فيه. بالنسبه للتزيين كيبقى على حسب الاختيار ديالكم، انا غادي نزينهم شويه ديال الزنجلان سبقليه وحمرته على هذا الشكل هذا. كيف ممكن انكم تخليوهم كيف ما هما، واحد الرويحه البنات كيحمقوا صراحه، كيجيو مقرمشين وغزالين، حتى الطريقه راه ساهله ماهله. وغادي نزينو مع البنات حتى بوريقات ديال الورد كيبقى اختياري. كيكون هذا هو الشكل النهائي من بعد ما سقيتهم بالعسل وزينتهم، كيجيو معلكين ومعسلين ولداد بزاف بزاف. انا متاكده غادي تحمقوا عليهم واحد القرمشه كتجي فيهم من ألد واروع ما يكون. كنتمنى الاقتراح والفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تنساونيش من لايك والبارطاج الفيديو للقناه. ما تنساوش البنات تدخلوا عندي لاباج ديال الانستغرام اللي غادي تبان لكم على الشاشه. مرحبا بكم والف مرحبا، وعواشركم مباركه، نتلاقاو مع فيديو جديد، كنبغيكم بزاف، باي باي.